السلام عليكم، نلتقي مع الأستاذ الإعلامي الأخ العزيز، تفضل. حياك حياك الله أستاذ سعيد الخالدي، القناة بوابة الزبير المحترمة، تحياتي لجمهوركم الكريم وعلى هاي الفعاليات المبادرة اللي تعكس رسالة للمجتمع الزبيري. اليوم احنا بأمس الحاجة إليك. كل الشرف ان شاء الله، اشكرك من نورت الزبير واهل الزبير، نتشرف به على راسنا اخونا العزيز. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، حياكم. شيوخ عشائر ووجهاء وكوادر تعليميه ومثقفين، حقيقه كان امنيتي ان نكون كل نواب قضاء الزبير موجودين الان بينكم، وكل اعضاء مجلس محافظه بينكم، وبوجودكم طبعا وجودكم سند لنا، سنحقق كل شيء لقضاء الزبير ونواحي قضاء الزبير. لذلك أدعو كل الأخوة أن يجمعون ويلمون شمل أهالي قضاء الزبير لتوجيه قضاء الزبير بالاتجاه الصحيح، ونكون متواجدون في اجتماع شهري لمناقشة قضايا قضاء الزبير وحلحلة كل مشاكل قضاء الزبير من قضايا تعليمية و أمور أخرى تخص المدينة كبلدية، كأمور تخص الجامعة المقبلين عليها إن شاء الله مستقبلا، وهذه خطوة إيجابية لقضاء الزبير. الجامعة نوجهها بالاتجاه الصحيح، نختار الكليات اللي تخص قضاء الزبير مثلا كتربية أو كهندسة نفط وغاز وغيرها. لذلك وجودنا مجتمعين في قضاء الزبير، نتفق على كل آليات اللي تخص قضاء الزبير ونتفق عليه، وسنحقق كل أهداف قضاء الزبير. تحياتي لكم. سلامي على أفضل خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المنتجبين. نبارك للأخوة جميعا ولمدينتنا العزيزة انطلاق المؤتمر الأول لهذه المنظمة، منظمة السلام، والتي تم تأسيسها حسب القوانين العراقية، وبدأت بانطلاقة جديدة بعد أن كانت ديوان الزبير الثقافي، وهذا دل على شيء، يدل على عمق هذه المدينة وأصالتها، والتي نتج عنها هذه المنظمات وهذه المؤسسات التي تعبر عن تراث وأصالة وتاريخ مدينة البصرة التي هي الزبير حاليا. وليس البعيد عن هذه المدينة، وليس مستقر أن تنطلق مثل هكذا مؤسسات وجود أبنائها المخلصين من المثقفين والأدباء، حيث كانت هذه المدينة تحتضن سوق المربد الشعري الأدبي، وهو كان حقيقة رديف لسوق عكاظ في النجف. الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الكرام المنتجبين أجمعين. السادة الحضور الأكارم، السادة الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أنفسكم في مدينتكم، في هذه الزبير المعطاء، في هذه المدينة التي ساهمت بتكوين حضارة وثقافة معا. واليوم وبرعاية النائب الأستاذ رفيق الصالحي عضو لجنة الثقافة والسياسة